بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوات والإخوة السلام عليكم. في هذه الحلقة المتجددة من برنامج ماكين باس بغيت نعلق شي شوية على الحديث الأخير ديال رئيس الحكومة السي عبد الله بن كيران، واللي حاول فيه بطريقة لا تخلو من البساطة يمرر فكرة مفادها أن المجهود الشخصي للطبيب يمكن أن يكون كافي باش يتوصل لتشخيص حالة المريض، وبالتالي يتم وصف العلاج المناسب لهذا المرض. ردود الفعل كانت سريعة وفي بعض الحالات قاسية، بحيث أن الصحافة وجانب من الزملاء الأطباء عابوا على السي بن كيران المنطق التبسيطي، وكاين اللي قال الشعبوي، في التكلم على موضوع هام وشائك فحال موضوع الاستشارة الطبية، والكثير أيضا اعتبروا محاولة لتبرير عجز الدولة على تمكين المواطن المغربي من خدمة طبية في المستوى، وهو أيضا بذلك كيزاحم الزميل دياله في الحكومة وزير الصحة الأستاذ الوردي في محاولة إلصاق تدني الوضع الصحي في البلاد بالكادر الطبي أيا كان النوع دياله. بالنسبة لي شخصيا ووفق منظور ديال طبيب عام جرب القطاع العمومي واختار عن اقتناع الانتقال للاشتغال في القطاع الخاص، كنشوف بأن كلام السي بن كيران معقول في واحد الجانب، وبشرط أن لا يكون بدافع التبرير، وغادي نشرح علاش. نبدأ بردود الفعل ديال الإخوة الزملاء اللي حتى هي مبررة، بشرط ما تكونش عندها دوافع ذات خلفية سياسية أو إيديولوجية أو فئوية، بحيث لا يختلف اثنان في أن هناك خصائص كبير ومزمن في التجهيزات الطبية الأساسية اللي كتجعل من المستشفى مستشفى، واللي كتمكن الطبيب من القيام بالعمل ديالو على أحسن وجه. وأنا هنا لا أتكلم على السكانير وما شابه من التحاليل البيولوجية والإشعاعية ذات التكلفة الكبيرة، واللي على كل حال ماشي عليها ضغط كبير في حال التجهيزات الأساسية اللي من المفترض تكون في جميع المستشفيات بما فيها السبيطارات ديال الحومة وبما فيها المستعجلات ديال المستشفيات في المناطق النائية أو المدن الصغيرة، بحيث هناك احتمال كبير ما نوجدوش مثلا جهاز قياس حرارة الترمومتر أو قياس ضغط التنسيومتر. أما جهاز قياس الوزن فيعتبر من الكماليات، وهذا الشيء راه عايشناه وما فيه حتى مزايدات، بل إن الأمر كيوصل لدرجة أنه ما كنلقاوش في بعض الحالات الوراقي أو ستيلو باش نكتبوا الوصفة. أما الراديو ديال الصدر والتحاليل البسيطة في حال ديال السكري أو فقر الدم فيمكن أنها تتم بطرق بدائية كنستعملوا فيها السطولة والبانيو، والمواطن ما كيلقى غير خوه المواطن الطبيب يبرد فيه الغضب ديالو والحناق ديالو، وويل ثم ويل هذا الكادر إلى دار راسه في راس المريض. هذه الاختلالات القاسية راها موجودة في مستشفيات المدن غير البعيدة عن المحور ديال المدن الكبرى، فما بالك بالمراكز الصحية المتواجدة في الجبال وفي المناطق المعزولة اللي السي الوزير كيبشر أطباء المستقبل بإجبارية العمل فيها، فما بالك أيضا بالاحتياجات والمستلزمات البيوطبية الخاصة للتشخيص الدقيق وعلاج الكثير من الأمراض. أمام هذا المأزق فالطبيب والطبيب المتدرب يمكن يفكر جديا أنه يدير بناقص من العمل مع الدولة ويأخذ الروح ديالو بين كفيه وينزل يعمل في القطاع الخاص مع كل المخاطر اللي يمكن تربص به في هذا القطاع التنافسي جدا. نرجع الآن لكلام السيد رئيس الحكومة حول المجهود، واللي كيعتبروا أهم من التحاليل والفحوصات التكميلية. إلا خدنا بهذا الكلام على أساس تقني طبي صرف فالأمر صحيح، وهذا الشيء اللي قريناه، بل إن نسبة كبيرة قد تصل إلى 80% من دواعي الاستشارة أو زيارة الطبيب، وهنا أقول 80% من دواعي الاستشارة وليس 80% من الأمراض، هذه النسبة لا تحتاج إلى تجهيزات كبيرة من مثل السكانير مثلا، بل فقط إلى أمور بسيطة في حال تحليلات دم أو تلفزة خفيفة اللي يمكن تجي بعد مجهود المقابلة الطبية والفحص السريري أي التقلاب.
والطبيب العام مؤهل تماما للتكفل بهذه النسبة المهمة من دواعي الزيارة، كما أن التكفل التشخيصي والعلاجي للحالة لا يرتكز فقط على ما هو تقني صرف وعلى الأدوية أو الجراحة فقط، بل أيضا على الدعم المعنوي والنفسي للمريض قبل وبعد مرحلة العلاج والمراقبة ديال العلاج. هذا الشيء كنقولوه من منطق التجربة، حيث يلعب الجانب النفسي والسلوكي لكل من الطبيب والمريض دورا أساسيا في المرور بسلاسة عبر مختلف مراحل الاستشارة. ويمكن أن نتساءل مثلا كيفاش المريض كيختار الطبيب ديالو، سواء أكان كيعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص. هل فقط لأنه كيملك الخبرة والتجهيزات في المجال ديالو، أم أن هناك معايير أكثر نسبية ومعايير نفسية كتجعل من المريض كيقبل بطريقة تشخيص وعلاج وبنصائح الطبيب وماشي بواحد آخر؟ إذن القول بأنه إلى ما كانوش الفحوصات المخبرية فلا معنى لعمل الطبيب، فهذا الشيء ماشي صحيح. ولا أدل على ذلك أن تلك الفحوصات تسمى فحوصات تكميلية، لكن الطب الحديث أصبح مرتبط بشكل عضوي ومباشر بهذه الفحوصات، وهذا ليس أمر سلبي في حد ذاته، بقدر ما أن الواقع سوسيو اقتصادي والصحي في البلاد ديالنا لا يسمح بالاستغلال المثالي والتلقائي لمثل تلك المعدات، سواء لندرتها أو لسوء توزيعها على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الصحي. ونحن كنا نغفل هذا الأمر أيام الدراسة والتكوين، لأنه ببساطة الطرق المستعملة في تكوين طالب كلية الطب لا تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع، ولا بأن التشخيص الطبي مستويات يجب أن يبدأ يعني بأبسط وأسهل الطرق قبل ما نقرر الاعتماد على طرق أكثر تقنية وأكثر تكلفة. قضية التكوين كتجرني نتكلم أيضا على حال الأطباء العامين، وهنا كنتسائل علاش المؤسسات الوصية على التكوين ما فكرتش تجعل من الطب العام اختصاص، كما هو الحال في العديد من الدول بحال فرنسا، بلجيكا، هولندا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. علاش؟ لأنه في الظروف الحالية كيتم شحن الطالب بكمية كبيرة من المدارك ومن المحتوى الطبي المكدس من كل التخصصات مدة 5 سنوات متتالية، وبعد تخرجه يترك الطبيب العام لحال سبيله، تتقادفه أمواج الواقع مع اختلاف انتظارات المجتمع من طبيب عام مع طرق الاشتغال اللي تلقنها خلال الدراسة، ويكون هذا الطبيب بالتالي مجبر على إعادة تكوين نفسه والتأقلم مع الواقع الصحي، مع التخلي بفعل الزمن والواقع على أغلب المدارك وآليات العمل، لأن الطلب لا يتوافق مع العرض. ولهذا أعيد السؤال، لماذا لا يتم عمل جذع مشترك بالنسبة لجميع الطلبة ثم يتم التخصص سريعا كيكون فيه فيما يخص الطبيب العام تلقين أساسية الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتركيز على التعامل مع الأمراض الشائعة أي الأكثر انتشارا، وأيضا التركيز على كيفية توفير رعاية شاملة ومستمرة مع ما يلزم ذلك من إرشادات ووقاية وعلاج لجميع أفراد المجتمع بطرق بسيطة وغير مكلفة دون الدخول في متاهات وتعقيدات نعلم أن أغلب المواطنين لا يمكنهم تحملها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك بالفعل. إذن المجهود مطلوب من الكادر الصحي ومن الدولة ومن المنظومة التعليمية الصحية، وما ننسوش، وهذه هي النقطة الرابعة والأخيرة اللي غادي نتناولها في هذه الحلقة، أيضا من المواطن المستهدف بالخدمة الصحية. فإحنا في هذه البلاد السعيدة عندنا أمية صحية مركبة، بمعنى آخر أن الثقافة الصحية متدنية ويغلب عليها طابع الإشاعات والأفكار المغلوطة والخزعبلات. هذه الأمية كتهم حتى الطبقة المتعلمة أو المثقفة، فالكادر الصحي غالبا ما يجد صعوبة في التعامل مع المريض في جل أطوار الاستشارة الطبية. وهنا لن أعيد نفس ما تكلمت عليه بالتفصيل في إحدى الحلقات السابقة. إذن نديروا كلنا مجهود
وتكون نيتنا صافية في هذا المجهود اللي كنديرو، والكمال على الله. إلى اللقاء وما يكون بس.